Good morning, good morning. Road good trip. Morning. شيكاغو من بعد جمعة رائعة. خلصنا شيكاغو وهلا رايحين على ديربورن. الشوفير 3 ساعات ونص سواقة. مش هخليك تسوق 3 ساعات ونص لأنه رح نوقف 100 مرة رح تسوق 6 ساعات حبيب قلبي. وكريم رح يكون هو وراها وعم نصور كلها مع بعضنا 3 ساعات. 3 أشخاص بأكثر من 6 ساعات. It's 9 a.m. all the way to ديربورن. رح نوصل تقريبا الساعة 4 بعد الظهر. Road trip. وين رح نوقف؟ شو رح ناكل؟ شو رح نعمل؟ 4 بعد الظهر. سوينا 6 ساعات طريق بدها 3 ساعات ونص. ايه بدك تاكل 3 ساعات يا انطوني على الطريق. بانكيكس. بس تذكروا في عنده فطار طيب اليوم. فرايد تشيكن. عندك كعك عشيه. ما لازم هلا بيحضروا الفيديو بعدين احنا ما اكلنا شيء كل النهار. مع فينجر كروس. فرايد تشيكن، بانكيكس، ساندويتشز اند ايفريثينج ان بتوين. رود تريب ستارتس ناو. بلشين صح واليوم أكثر مدينة بالعالم فيها أوتيلات شيكاغو. نعم تبقى هون. أول وقفة عنا ساندويتش. أخذنا شوية أخبار مثل المافنز. بس بدي أقولكم أنا هالمحل تجينا عليه قبل حبينا كتير. شوكولت موس كيك واز فينومينال. البلو بيري مافن واز أوتستاندينج. ما كان في ثلاث أشياء؟ صح. Where's the carrot cake? Told you, but you didn't listen to me. مالشي. قلت لك there's something missing في تشو. يلا نبلش بهول. نبلش بهول. شو عم ندوق؟ عم ندوق بيكان بانانا. Very very. My flavor. Nice crunch, super tender. مش مثل البلو بيري بس واو. And then comes a breakfast sandwich. Eggs. Cheese. This looks wow. كمية الزبدة اللي عليه اللي نحطت على الجريل. Very 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 nice. Very nice. Very nice. You like those sandwiches? Oof. حبهم. Avocado. Cheese. Eggs. Bacon. Super crunchy, crispy bacon. Smells good. Amazing. The bite that eat up. Oh my god. This nice. Is good. Man. Avocado and egg. This is for us outstanding. Goddess and the baker, goddess and the chocolate, Mamarshu, goddess and the shop chicken, the brand grocer. And sub-brands. Halloween. Nicely done. Yeah. Very recommended. Oh, nicely done. شو هالبيكن؟ color of the eggs with cheese سطل. تفرج علي عم انبسط. ما take it easy, you have a long day. انا اصلا بنبسط معك. صحتين. American style. واو carrot cake. واو. قديه فيه nuts, dried carrots, dried fruits, cream cheese. اف شكله بشهي. واو واو بيعبي الراس بيعبي الراس كتير قوي الفليفر لك الافتر نوتس اوف اروماز سينمون مان كلوفز او ماي جاد شو قوي برافو برافو جودس يو ار ا جودس ربيع اوفر فيو اوف شيكاغو نحن فلين وهلا على الطريق عبالي هيك احكي عن بثلاث اربع دقائق بسرعه وات ار ذا امبريشنز شيكاغو فيها اطيب اكل وفيها اضرب اكل انتم حظكم انتم شطارتكم وين تفتشوا مريت جوجل مابس بيسيب مريت ما بيسيب بس 95% اوف ذا تايم بيسيب
كتير في ريفيوز، الناس بتحط ريفيوز هون 4.2 4.5 4.6 المحلات ريفيوز طبعا كتير عاليين، وعم نحكي ب 1000 2000 3 4 5000 ريفيو. في التوب 10 ليست تو دو اللي موجودين على كل الويب سايتس اوف ويتش يلب ايتر تايم اوت وغيرهم وغيرهم. فاذا وصلتوا لهون ومعكم كم يوم على السريع، انا برايي بتفوتوا مش على جوجل، فوتوا على جوجل عادي مش جوجل مابس، اسألوا تايم اوت، اسألوا يلب، اسألوا شيكاغو الويب سايت الاوفيشال تبع المدينة، وبقولوا لكم وين تروحوا التوب 20. التوب 20 كان بي لازم ساعتها ندوس على شيكاغو ياكل ايطاليان بيف، ياكل ديب ديش بيتزا في 3 4 كل واحد عنده فليفر مختلفة، لازم واحد ياكل ذا فيمس ساندويتشز اللي موجودين عند بوت بيلي وغيره، ضروري تجربوا ا نايس درينك بوب روف توب اتسترا، وبعدين بتمشوا. انا اول مره بكتشف انه هالقد في مكسيكي، هالقد في تاكوز، هالقد في مكسيكان بليسز. بس قالني لجوجل تيك اس تاكو اراوند اس، لقينا 12 هول اللي حوالينا يعني ماشي 3 دقايق ماشي، فتخيلوا قديش في مكسيكان اند اول اراوند. ذات فيمس اميزنج ستريت اللي بتنعمل كله، ولا واحد منهم مش طيب، ولا واحد منهم فيه باد سربرايز، لانه يمكن مجمعين زيت المحل، اجراتهم غاليه، ديكوراتهم غاليه، اللي هي الشارع تبع لوفين لينيا برافا وشوفال وغيره يلي اسمه نسيت شفتها فهيد هلا لك شو اسم الشارع. فهول هن اللي the all impressions. وزعم لكم one stop eat all can be good good enough. time out market جو فيو كتير منيح. بتذكر من 3 دقايق سألتني انا السؤال بس it's okay اسم الله عليك. انا من عندي بقول انه I agree with everything you said. One thing, I was not a fan of the deep dish Chicago pizza. Zero. Yeah, I would never come back for something like this. I didn't like it. ما حبيت لا الكراست لا تشيز. تشيز ما أنا وياه ما كنا أصحاب. Definitely, the Mexican experience with you, the tacos experience was spot on. حبيت إنه كل واحد عنده twist. وذكرنا نحنا بس نعمل برمة إذا بدك على الفول أو الحمص أو etc. كل واحد هيك عنده ميستو عنده touch. So تعلمنا شيء جديد بالمكسيكان food. Endless experience. Last night's dinner was superb, amazing, spot on. Umo. مش انت Umo. مش انت Umo. اسمه Umo restaurant. Wow. على انستغرام اسمه Umo Chicago. Excellent experience. Everything was good from the food, the desserts, the appetizers, the whole nine yards. Thank you for ordering everything. It was an amazing experience. Something to remember. Yeah. So that's by my end. Breakfast as usual were nice. Most of them were spot on. So احنا Chicago بنرجع لانه عنا اصدقاء. نحبهم من قلبنا من قلبنا من قلبنا. نرجع لعندهم، نرجع عند الياس، نرجع عند نصر، نرجع عند سيلفانا، ونكتشف كل مرة شغلة. بدو القدر أن نكون كل وقفة على أمريكا بلش بشيكاغو ومش بالغلط. أنا ثالث مرة برجع على شيكاغو and I will do it again and again. عم بتعرف عليها أكتر، عم بحبها أكتر. أول impression كانت لقلي أنه إف قديش فيها عشقة عشية الناس التحشيش etc. and then you get to learn it. وانت بتقرر وين بدك تروح، باي شارع بدك تمشي، باي طريق بدك تاخد. رمناها كل اغلبيتها اكتشفناها كتير، قضينا على الطريق كيلومترات وكيلومترات. شيكاغو will be back again and again. meanwhile رايحين هلا 3 ساعات ونص مثل ما قلنا على ديربون. عندي كم وقفة على الطريق بيناتهم our favorite pancake we had in the United States to date. اكتشفناها بالغلط on our last road trip. we're gonna do it again. لك ما بعرف وين بتجيبها ما بعرف يلا ما نجرب يلا الله صباح حبسونا. سوسلت سبيك اند هام اوف ذا بون. واو بريكفاست سايز 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 بريتو بانكيكس وافلز اند fried chicken. ما أكلت هذا الشيء بعد. Waffle and fried chicken. Feels American, real American at home. يواك وصلنا هون، بس بعرف إنه ناس فاتت ناس دارو عم بتطنطن كل وقت دليفري. معروف شكله بالترويقة، اليوم نهار الأحد الصبح، عالم عم بتفوت تاخد بالكيس وبتظهر.
غريبة ما نكنديل هذا الفات والقلي والبطاطا والبيض والفرايد تشيكن and everything in between. طلع عبالي simply grilled cheese sandwich مثل ما عملوا بالبيت as simple as it is. فكرت بلاكل جبنة عرفتوا تري تشيز بس صرت خفيف نضيف. Eggs and ham cut by hand. Very good. Wow. طعمة الجامبون روعة روعة روعة. Very good. Smells very good. والخبز السويت شوي. Amazing. Waffle and fried chicken. يلي هي a signature of the States. كان عبالي كريم يدوقة كيف بنعملها هيك هيك مع ميبل سيرب. Oh my god. Yeah yeah yeah. فيكم تحط عليها بيضة كمان. American all the way. Fried chicken and maple is delicious. Delicious. You can't imagine. ضحكنا ضحكنا ضحكنا. أكل American all the way. ما فيه شيء very upscale and definitely we won't be coming back. بس ضحكنا كتير. الفرايد تشيكن طيبة. كان بدي ندوق الميبل 100% والوافل. يس. اند يلا نيكست هلا از بانكيك تايم. جريت بانكيك تايم. ليتس جو. شاهون البانكيك مع باناناز، شاهون الشوكليت شيب بانكيكس، شاهون الكريب. تبهتوا شغلة معلش خلينا نحكي عنها مثل ما هي. كل التربية الأمريكانية زيت زبدة زبدة زيت سكر سكر زبدة يعني أوه ماي جود. اشتقت بلشت اشتاق أكل لبنة وحمص وزعتر ومنقيش. But anyway it's good once a year. يلا منبلش هون. منبلش بهالبانكيكس اللي سوبر فلوفي. انتبهتوا؟ انتبهتوا الفلوفينس قديش خفيف؟ بدون ميبل سيرب يمكن بعد شوي بس رح نبلش ب ويب كريم. اوه ماي جاد بتذكر هلا تذكرت لفيتهم ساندويتش اخر مره. اوه ماي جاد سوبر فلافي سوبر سوبر فلافي. دقيقه دقيقه. ما حدا شايفني. اوه ماي جاد هاي شو باناناز بقلب البانكيك ربيع. السويتنس على القد ما بدها ميبل سيرب بس الموزة مستوية ماكسيمم. رجعوا الطعمات والفليفرز والذكريات من اوغست سنة الماضية. Oh my god. طب بعده بيربح. And نرجع لهون. Cream cheese and strawberries. كله خفيف. كله خفيف ما تطلعوا فيه. كله لايت. كله سكر خفيف. نرجع ماشي. Outstanding. The whole strawberries. بقلب شوغر سيرب مارميليت ستايل and then اخر شيء سينامون فرنش توست كندي بانكيكس. probably an hour drive من شيكاغو. it's worth it big time.
بيك تايم بيك تايم. اوكي هلا صار وقت نطلع على ديربورن. اذا بنطلع على الخريطه في طريقين، في الطريق الفوقانيه رح سميها وفي الطريق التحتانيه، يعني في طريق من فوق وفي طريق من تحت. هلا على الطريق من تحت فرق 5 دقايق مش مشكلة، بس شفت على الطريق متحفين تناخد الشباب ننورهم شوي. يعني سوف ناخد الطريق التحتانية ونوقف على اول وقفة على هستن ستيم ميوزيوم، نروح نشوف توتو توتو. بالشتاء برا اوتدور يلا حصانين يعني we're ready to go rain 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 all the way. Keep the positivity coming. We stop the rain. يا زلمة حظك انت يا زلمة طلع مسكر. بس رح لك شي تاني. روق روق لقيتها. RV Hall of Fame. One hour and a half. سوري ما عم بفهم عليك، بعد في 3 ساعات طريق، شو وين المشكلة؟ لك ما في مشكلة أكيد، أنت مش قاعد هون. أنت قاعد هونيك. بدي يحوي يحوي هون طلع. يا أنطوني. تركنا من هون. عم بتصعبك بالماب، عم بتوسع شمال يمين. الطريق كان تاخذ 3 ساعات ونص. من شيكاغو. 3 ساعات ونص، فرقت الوقت. عاشقة ناس. هي على فكرة بتقل ساعة بس تروح، يعني هو بتصير أقصر كمان. كيف ما تروح جوجل مابس 3 ساعات و5 دقايق. ايه بتاع 3 ساعات و5 دقايق محمد انت هلا اخذنا سو انت وسعت الطريق. تايم زون تشينجد ليك انا التليفون عندي. ايه تايم زون تشينجد. مظبوط. ايه شوف كل الطريق يعني. واحد بيعمل اثنين. بقى هن مزبوط، هو واحد وواحد بيعمل اثنين. مزبوط. جوجل عم بيقول بدك 3 ساعات، انا شو عملت؟ انت وقفنا اكلنا اول ترويقه. نعم. وثاني ترويقه وثالث ترويقه. وهلا بدك تروح على ميوزيوم. انا سالتك سؤال هيك حشر على الطريق، قلت لك السؤال على ميوزيوم بديربورن، انت قلت لي ايه لا بس انه ايه انه كنت بلد صغير اللي غير رايه يعني. خلص ولا الترويقه عجبتك ولا الترويقه الثانيه عجبتك ولا الثالثه عجبتك. راضين يا زفير. بحب انه بتبرم بالدول بطلع انت الزعلان. يلا بسيطه. لا بس تروح تدهن. يلا. Sing a time zone change. هون 12 ونص بعد على التليفون. على تاني تليفون صارت 1 ونص. قلب امريكاني. بعدنا ضايعين بين 12 ونص او 1 ونص. 12 ونص او 1 ونص. ونحن على الخط اللي بيقلب التايم زون. هلا زبطت ركله جوا بعض. We're plus 1 hour. خسرنا ساعة. The good thing صارت 1:30. صح. ربحنا ساعة. يعني حنوصل 4:30. مش هذا المطلوب. صار في نتغدى هلا. مش ننطر ساعة على الغدا. وين بدك توقف نتغدى؟ هلا رايحين على الار في ميوزيوم. كده طالب حسب التعليمات الموجوده كانت على الشاشه. نعم. سو بعد على 26 دقيقه نوصل على اللوكيشن اللي حضرتك نقيته يلي حور الطريق كله. ابدا غلطان. انت غلطان ابدا. سو هذا ما في سوري. جوعان. كم غدا بدك اليوم قبل ما نوصل للافطار؟ نعم. سو بدك غدايين قبل الافطار. عنا افطار معزومين على الافطار. افطار يعني احنا مشاكلين كل النهار انا ما باكل شيء. ايه كنت صايم. كله صح. هويت الصيام ما تمشي. وعلى غير اصلا ما قلت لك شغله.
هو على الصيام انت ما بينحسب عليك اليوم صرنا احنا على سفر حافظ وصح كمان صرنا احنا على سفر وهلا قطع صلاه الظهر سامح سامح كريم فبدك غدا وين قبل الافطار كم سحور كم مره بدك تتسحر اليوم اذا تسحرت 3 مرات بالمبدا انت بكره لازم تضلك صايم لوقت الافطار لا تعيش اجواء اتليست نهار برمضان فيك تعملها؟ جرب بكره نعمل اديتنج كل النهار قلت لك انا بديني ما بسمع بلاها مش عم بقدر افهم عليه كثير ما فيكم تعرف قديش مبسوط اني وقفت لهون لقيت على جوجل مابس بالغلط ولا مره فكرت انه التريلرز هالقد فيهم عجقه مطبخ واحد اخذ بيته معه مثل الزلحفه في حاطه على ظهره ماشي فيه من كيف بلشت من زمان من العشرينات all the way لهلا ب 2024 وتطور بالكون سطيحه بيفتح من هون بيفتح من هون تي في 80 انش واو شو مبسوط اني قطعت لهون وبعدنا بنص المعرض انتوا قاطعين شغله كتير بتلفت النظر في الخريطه لقيتها على ترومبا الخريطه تبع انديانا اول اكزيتس كتاب وكل اكزيت شو في مطاعم شو في اوتيلات شو لازم تعملوا تخيلوا انتوا ماشيين من شيكاغو اول ويت وديربون على هذا الخط اللي احنا نقيناه له الخط التحتاني على انديانا فيكم تقضوا 3 ايام مش بس 6 ساعات اند ون اوف ذا ستوبس هون سيب اليوم نهار الاحد في منهم مسكرين فيري لاكي وي ار هير
حبيتها من كندا، مثل سوفت سيرف، مثل كيف بدي اقول لكم، بوظه فيري فيري ميلكي حليب مثل الماري كريم، بس بحطوها بكبايه وبيتحدوا انه اذا قلبتوا الكبايه ووقعت بيعطوني اياها ببلاش. حبيت خلطتها ايفن تو كوميرشال، عبالي كريم يدوقها. ريمايندر اوف كندا ان ذا ستيتس، هن كمان عندهم برجر اند سو اون، بس رح ناخذ، لا رح ناخذ هلا هيدي الافترنون سويتنس. هي part of the presentation. أول شيء دغري بتعملكن إياه هيك إنه شفت ما وقعت الفكرة تبع soft serve. عندهم كتير flavors، براوني، تشوكلت، etc etc. and I still love it. sweet commercial كل اللي بتكون إياه، بس ما عرفتش بحبه. I really enjoy it. limited edition cookie crunch chocolate brownie. مان كريم طبع حالك عنجد top. DQ it's a comfort dessert. قبل ما اطلع بالسفرة مضيتهم على ورقة على contract. الشركة غير مسؤولة اذا انتم صحتوا معي بعد شهر امي امريكا، مش انا برا قدمته. لاست فود ستوب مرة الماضي اكتشفني اسمه اربيز، عنده روست بيف ساندويتش توب. مش معقول لكم بس ربيع دي وانتو لا. قبل ما نوصل شو روست بيف مع تشيدر تشيز؟ شكله بالصورة كثير هيدا بلا جبنة. فوتنا شوي لحمة، كثير لحمة تشيدر تشيز. Super tender. If I love this. I really love this. Good one. Sweetness Jay and barbecue sauce or ketchup. Very tender, very very nice. Comfort food. Cheers to that.